يا مساء الورد والفل والجمال على حضراتكم، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. وحلقة جديدة من الكرة في المدفع مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا النهاردة واحد من اهم نجوم الكرة المصرية ونجوم نادي الاتحاد السكندري، واحد من اكثر الشخصيات الرياضية احتراما، كابتن محمد عمر نجم مصر. مشرفنا ومنورنا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير ورمضان كريم. كابتن ابراهيم كل سنة وانت طيب، والامة المصرية والعربية بخير دايما يا رب. كابتن عمر، الكرة في المدفع بنتكلم على اهم المواقف اللي حصلت لك وانت لعيب وانت مدرب في رمضان. ايه الحاجات اللي ما تنساهاش يا كابتن عمر؟ لا، وفي رمضان الحقيقة كان في بعض المدربين بيجبروا اللعيبة ان هم يفطروا، فكنا بنتظاهر طبعا بان احنا فطرنا وكده، وناخد المية كده ونرميها في دوارة ظهرنا يعني وبتاع. فكان من المواقف الظريفة، لان كلنا كنا تقريبا بنصوم يعني، فدي كانت امور صعبة ان الواحد يتقبل قرار المدير الفني يعني. طب لما بقيت بقى مدير فني يا كابتن عمر، مين بتعمل ايه مع اللعيبة؟ مستحيل اقول للعيبة افطر، حرية الاختيار دي حاجة ترجع له. بل بالعكس، أنا يعني في مرة من المرات كان الدكتور عفت السادات رئيس النادي، وخلى الحقيقة المساعد بتاعه يكلم اللعيبة من وراء ظهري. كنا في رمضان، الكلام ده سنة موسم 2003، ويقول لهم أنا جبت فتوى من فلان ده مدرب على فكرة إنكم تفطروا ده. فطبعا أنا اتعصبت على الدكتور عفت وقلت للعيبة بالظبط كده، قلت له فلان ده بيدي فتوى على أي أساس؟ ده أصلا مدرب يعني. وبالتالي طبعا استحالة أكبر لعيب، مفيش كلام يعني. كابتن عمر، في لعيبة كانت في رمضان ما يعني احنا مثلا بنعرف اللي بيشرب سجاير مثلا في رمضان ده بتبقى ما تكلموش قبل الفطار، في لعيبه في رمضان كانوا مستواهم بيختفي، تحس ان هو رمضان بيأثر عليه تأثير بالسلب كبير قوي؟ والله بالعكس، يعني بيزداد قوه اللعيب اللي هو صايم، لكن اللي بيفطر ممكن على فكره تلاقي مستواه سبحان الله يعني حاجة ربانية طبعا، تلاقيه ممكن ما يبقاش في مستوى الطبيعي، رغم من المفترض انه هو يعني اقوى من الصايم يعني، لكن سبحان الله الصيام بيضيف لك قوة فوق قوتك، قوة ربانية يعني. كابتن عمر، اسكندرية من اكتر المحافظات اللي مشهورة ومعروفة بالدورات الرمضانية وبلعب الكرة قبل الفطار، ويعني كان في ناس ممكن تبقى بتروح اسكندرية بدري قبل الفطار عشان تحضر تشوف الماتشات دي بعدين تروح تفطر. الجو ده كابتن عمر عاشه ازاي وهو صغير بقى؟ ده كان مهرجانات الحقيقة قبل الفطار وبعد الفطار. يعني افتكر كان عندنا مستر بوكير سنة 94 كمدير فني نادي الاتحاد اسكندري، ومن ازهى فترات نادي الاتحاد، كان لعيب كرة جامد قوي على فكرة. فأنا كنت ماسك لسه معتزل وماسك قطاع الناشئين مدرب يعني، فكنا عاملين فرقة وفي منطقة الأنفوشي مشهورة قوي، فكنا بنلعب بعد الفطار وكنا مكونين فرقة قوية جدا. وبعد ما رحل حتى جه بعديه الكابتن حسن شحاتة مدير فريق نادي الاتحاد السكندري، برضو كنا بنروح، فهي كانت أجواء الحقيقة رائعة جدا، احنا بنفتقدها في الوقت الحالي. اعتقد يا كابتن عمر انت يعني عاصرت وشفت رمضان في بلاد كتير، اعتقد رمضان في مصر يعني ملوش مثيل في حتة في الدنيا تاني اطلاقا. وعلى فكرة الناس في الدول اللي سافرناها سواء عربية او اجنبية، الاجنبية تقريبا ما فيش يعني، الدول العربية بتحاول قدر الامكان بتضيف لمسة يعني لمسة روحانية كده في رمضان، لكن استحالة تكون زي مصر على الاطلاق. مصر تحس انك في اعياد مستمرة، الروحانيات موجودة، الناس سعيدة، الناس مبسوطة. لا طبعا ما فيش زي مصر في رمضان على الاطلاق. مكملين كلامنا مع نجم مصر الكبير كابتن محمد عمر في الكرة في المدفع مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا. ورجعنا لكم تاني الكرة في المدفع مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا نجم مصر الكبير كابتن محمد عمر. كابتن عمر، بتشوف دلوقتي الشباب الصغير حظهم مش حلو ان هم مش شايفين الاجواء بتاعت رمضان اللي احنا استمتعنا بيها وشفناها من الكورة والساحات الشعبية واللعبة في الشارع اللي كان موجود زمان؟ اكيد مفيش شك طبعا، الموضوع اختلف تماما. الشباب انا شايف انه معذور، لان معظم الاندية الشعبية اندثرت بشكل كبير جدا، حتى كنا بنلعب كرة في الشارع في رمضان
وكانت متعة ونعمل فرق وكده. يعني شباب الأيام دي الحقيقة ما عندوش يعني أي وسيلة جميلة من وسائل القديمة فيما يخص رمضان بالتحديد. كابتن عمر بقى يومه في رمضان عامل إزاي؟ وإيه الأكلات اللي كابتن عمر بالنسبة له ما ينفعش يعدي رمضان غير لما يأكلها؟ بص أنا فلاح أصلاً. الله يخليك. وبالتالي أنا أكل البيت ده عندي هو الأساس يعني. نادراً ما بأكل برا. لكن هو رمضان بالنسبة لي الحقيقة أنا يعني قبل الفطار الحقيقة ما بحبش أكله خالص. إلا للظروف لو في شغل أو في حاجة يعني. أما بالنسبة للأكلات الحقيقة يعني أنا بعشق الملوخية والبامية ومحشي الكرنب. وبحب البط جدا والفراخ، بس الفراخ اللي هي البلدي الصغيرة. لا انا يعني الاكل البيتي بيشدني وبيستهويني بشكل كبير جدا يعني. طب والحلويات يا كابتن عمر؟ ده رمضان ده مشكلة في الحلويات. انا كنت وانا صغير الحلويات دي ركن اساسي في حياتي يعني. دلوقتي برضو الامور مختلفه، وبرضو حته الوزن وحته السكريات اللي بقت زياده قوي، لان مفهوم الحلويات في مصر اللي هي كلمه الحلو، فالحلو عندنا بالزياده قوي. الحلو في كل حاجه طبعا في مصر، لكن الحلويات الواحد بيبقى حريص، خاصه لما برضو السن بيتغير عن الشباب يعني. كابتن عمر ربنا يدي لحضرتك الصحه، وكل سنه وحضرتك طيب واسرتك طيبه وكل حبايبك طيبين. الواحد والله كابتن عمر والله بيتشرف وبيسعد وبيبسط ان يكون موجود مع حضرتك في اي حاجه. ربنا يسعد حضرتك، وكل سنه وانت طيب وبخير، ورمضان كريم عليك. حبيبي يا كابتن ابراهيم، انا اللي دايما وانت عارف معزتك عندي، ببقى سعيد جدا وانا معاك، وكل سنه وانت طيب وكل الشعب المصري بخير. حضرتك طيب وبخير يا رب. خلصت حلقتنا النهارده مع واحد من اجمل واهم نجوم مصر، كابتن محمد عمر، في الكره في المدفع مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكره باذن الله في نفس الميعاد، ورمضان كريم.